بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وزملائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مهدي موك. النهاردة نتعلم مع بعض إزاي نغير سعر العملات في نيت سويت. يلا بينا نبتدي. أول حاجة لازم أجهز الداتا بتاعتي الخاصة بسعر العملات. فأول معلومة، إيه هو التاريخ اللي أنا هغير فيه سعر العملات؟ التاريخ بتاعنا هو 30 إبريل 2021. وبعدين بحدد ايه هي العملات الأجنبية اللي انا عايز اغير سعر العملة بتاعتها. فأول عملة أجنبية عندي هي الدولار، وعندي اليورو، وعندي الاسترليني. طب هغيرها بالنسبة لإيه؟ البيس كارنسي بتاعتي هي الجنيه المصري، وده سعر العملة في تاريخ 30 إبريل. وبعدين أروح لنيت سويت، نفتح ليستس أكاونتينج كارنسي Exchange Rates واختار New. هيجي هنا أول حاجة بيسألني، بيقول لي إيه هي البيس كارنسي بتاعتك؟ هي الجنيه المصري زي ما احنا عارفين. طيب إيه هي العملة الأجنبية اللي أنا عايز أعدل سعرها؟ أول عملة عندي كانت الدولار الأمريكي، فهختار الدولار الأمريكي. هنا في الفيلد بتاع الـ Effective Date بيسألني عايز سعر العملة الأجنبية هيبتدي تأثيره في نيت سويت معايا من إمتى؟ فالتاريخ بتاعي اللي انا عايز اعدل فيه سعر العملات الاجنبيه هو 30 ابريل 2021. طيب ايه هو الاكستشينج ريت؟ هجيبها من هنا، ادي الدولار 1 دولار امريكي بيساوي البيس كرنسي 15.73. اعمل منها كوبي واجي هنا واقول بيست. يبقى هنراجع مع بعض الشاشه بتاعت الكرنسي اكستشينج ريت. اول حاجه هنا البيس كرنسي اللي هي في حالتنا الجنيه المصري، ايه هي العمله الاجنبيه اللي هو الدولار الامريكي، ايه هو الافكتيف ديت اللي انا عايز اعدل بيه سعر العمله الاجنبيه في الحاله بتاعتنا او المثال بتاعنا النهارده هو 30 ابريل 2021. طب ايه هو سعر الدولار الامريكي بالنسبه للجنيه المصري؟ 15.73. هنا بيديني نت سويت معلومه، بيقول لي إن كان آخر سعر للدولار الأمريكي في السيستم هو 7 إبريل 2021، وكان سعره 15.75. أنا بمجرد ما بضغط هنا سيف بيتم تعديل سعر العملة الأجنبية. طيب أنا عايز أعدل سعر عملات أجنبية أخرى، فهختار الأوبشن سيف أند نيو. إيه هي العملة الأجنبية التانية؟ هي اليورو. إن العملة الأجنبية الوحدة الواحدة من العملة الأجنبية بتساوي 18.98 من البيز كرنسي. يبقى أنا هاخد سعر العملة الأجنبية التانية اللي هي اليورو، واختار هنا الكرنسي بتاعتي. طبعا البيز كرنسي زي ما هي جنيه مصري، هختار العملة الأجنبية اللي هي اليورو. وهنا برضو لازم اخلي بالي ان طبعا السيستم ديت هو 8/5، لكن انا عايز اعدل السعر في 30 ابريل 2021، واجي اقوم عامل بيست للسعر بتاع اليورو اللي هو 18.98. ونفس الكلام هنا برضو نت سويت بيعرفني ان كان اخر مرة انا عدلت فيها قبل كده سعر اليورو كان 31 مارس 2021، وكان سعره 18.48. واضغط كذلك Save and New. ايه هي العملة الثالثة اللي هنغيرها النهاردة في المثال بتاعنا؟ هي الجنيه الاسترليني. ان العملة الاجنبية الوحدة الواحدة منها بتساوي 21.81 من البيز كارنسي بتاعتنا اللي هي الجنيه المصري. اعمل منها كوبي واروح لنت سويت، اختار العملة الاجنبية اللي هي الجنيه الاسترليني، البيس كارنسي الجنيه المصري، والتاريخ اهم حاجة لازم اتأكد ان هو 30 ابريل 2021، واعمل بيست لسعر العملة اللي هو 21.81، وكذلك ان كان اخر مرة تعدل فيها سعر العملات كان بتاريخ 31 مارس 2021، وكان سعره 21.69. بس هنا هغير تاني، مش محتاج ان انا اقول له نيو لاني خلصت تغيير سعر العملات بتاعتي، فهقول له
سيف فقط. وبذلك نكون عدلنا سعر العملات الأجنبية بتاعتنا في نيت سويت. ولو جيت شفتها هنا هلاقي ادي البيس كارنسي اللي هو الجنيه المصري، ادي الدولار بتاريخ 30 ابريل، ادي الجنيه الاسترليني بتاريخ 30 ابريل، ادي اليورو بتاريخ 30 ابريل. شكرا لكم ونلتقي في حلقة قادمة ان شاء الله تعالى.